السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاباس عمي كريبان. لاباس لله يرحم الوالدين. مرحبا. كيداير عمي لاباس؟ لاباس أبنتي. إلا كان ممكن نقصوا شوية من الراديو باش نسمعوك مزيان. كيداير وليداتك؟ كيداير تايا عمي كريبان؟ لاباس عليك؟ الحمد ربي ونشكرها بنتي، الله يرفع مقامك. دعي معايا عمي كريبان، أنا مريضة وكنت صدمت لك دائما. الله، قطع الخط. لاله سعاد من بوليبوس الهام. لا اله الا الله. بنتي لك كنتي مريضه، ما تخافي ما تحزني، راه المرض راه هو في حد ذاته نعمه. المرض نعمه، قد يقول قائل كيف ذلك؟ لان هناك من الذنوب والخطايا ما لا يغفرها الله تعالى الا بمرض او سقم. كنقدر ندير شي ذنب او شي اثم وباش ربي يغفر لي بسرعه ونهائيا، حينما أتعرض لمرض أو سقام فأصبر وأحتسب كفارة للذنوب. الأمراض والأسقام كفارة للذنوب. كانوا الصالحين ملي كيمرضوا كيفرحوا، يقول الحمد لله ربي تفكرنا ويكفي هذا المرض في فضل أن غادي يغفر لنا الذنوب. وكانوا بعض الصالحين ملي كيبقى ديما صحيح، ديما صحيح بخير ولا خير، اش كيقول مع نفسه؟ ياك ما ربي عز وجل صد عني، ياك ما ربي عز وجل أغفل عني وجهه، ياك ما، لان شكون اللي كيخليهم الله ديما هكا صحاح وبخير وعلى خير ما عندهم لا مرض ولا سقم؟ هما اللي ربي عجل لهم طيبات في حياتهم الدنيا. يقول لهم الله تعالى: اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض وبما كنتم تفسقون. والعياذ بالله. كاين بعض الناس ما كيمرضوش، صحاح عندهم المال، عندهم الجاه، عندهم الشهرة، عندهم النعيم، وكيدير الخطايا وكيدير الذنوب ولا يأبه بالدين. هذا ماله؟ هذا الله يسترنا ويستركم جميعا، أن الله تعالى يملي له، يملي له وأملي لهم، إن كيدي متين، يخلي الله تعالى في غيه. أما المؤمن من اللي كي يتفكر المولى عز وجل يسلط عليه مرض وسقم، كيتفكر بأن الله موجود ثم يغفر له الله الذنوب، ثم إن المؤمن يقول: ما أصابني إلا بذنبي، علي أن أقلع عن ذلك. فالصالحين يفرحون بالذنوب، وكل إنسان أستغفر الله يفرحون بالأمراض والأسقام لأنها تغفر الذنوب. لكن كل ما عنده ذنوب وكتجي الأمراض والأسقام، هذاك أعطيه الله تعالى بغلي مقامات عليا في الجنة، مقامات في الجنة. ذيك المقامات لن يدركها لا بصلاته ولا بصيامه ولا بحجه ولا بعمرته ولا ببره لوالديه ولا بصلة رحمه أبدا. مقام عالي جدا لا يدرك إلا بالصبر على البلاء. كان واحد المقامات قريبة من مقام الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين، هذاك المقامات باش توصليها صعيب عليك، ولكن ربي عز وجل يوصلنا إليها بالصبر على البلاء. لعلك أختي سعاد أنك كتعاني من هذه الشدة، ربي شافي وعافي، وربي يغفر ويرحم، وربي يرفع مقامك إلى أعلى عليين. الله يشافيك من كل داء، ويشافيك من كل سقم، ويشافيك من كل علة. الله يصلح لك العائلة والأحباب، ويرفع الله مقامك، ويحقق لك الرجاء، ويبلغك المقصود. اللهم كل من قال آمين ارزق مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.